المؤتمر الصحفي. النهارده معانا شخصيه مهمه قوي، عامله مؤتمر صحفي كبير، والشخصيه دي هتكون شريف. اتفضل يا شريف، وقف على البوديوم. بس هو للاسف ما يعرفش هو مين ولا هو عامل المؤتمر ده ليه، بس جمهورنا هنا في الاستوديو والمشاهدين هيبقوا عارفين من خلال اللي مكتوب قدامهم على الشاشه. وحاضر معانا المؤتمر ثلاث مراسلين صحفيين هيساعدوه يعرف هو مين وايه سبب المؤتمر ده من اسئلتهم. اتفضلوا. الكروت دي مكتوب فيها شخصيته وسبب المؤتمر. اتفضل يا شريف. انا مبسوط جدا معاكم، ولو الساده الصحفيين عندهم حاجه يتفضلوا يسالوها بسرعه. حضرتك الدباديب بتمثل لك ايه؟ الدباديب؟ الدباديب تحبها؟ شيء لطيف جدا وكائنات جميله، احب الباندا بتاعها، احب الحاجات دي جدا جدا جدا. اتفضل. حضرتك ليك اسم يعني دلع؟ طبعا. اي واحد ليه اسم الدلع؟ يا عسل، يا جميل، يا سكر. هو انت اسم حضرتك كده؟ باباك اسمه كده ولا انت بيقول لك اسمك وبعدين يقول لك ايه الحلاوه دي؟ لا، هو ابويا اسمه كده، هو ابويا اسمه كده واحنا متربيين على كده. حضرتك بتلعب يعني على البنات الصغيره، يعني على عواطف البنات الصغيره، مثلا الشباب الكبيره، الستات الكبيره، بتلعب على انهي عواطف؟ الصغيرين، احب الصغيرين جدا جدا جدا. احب الاطفال الصغيره قوي. الاسكندرانيه؟ لا، حبايبي. حبايبك؟ حبايبي الاسكندرانيه. اوكي، معروف. حضرتك رفعت علم مصر هناك؟ هناك فين؟ لا، انا برفع علم مصر في اي حته، ده شرف ليا، شرف ليا وشرف لعيلتي كلها. طبعا رفعته هناك. علم مصر؟ ايوه، علم مصر. علم مصر. هسأل سؤال ومنايا ان انت ترد عليه. اتفضل. انتوا رحتوا بايه؟ اسكندريه ولا العالم؟ احنا رحنا بمواصلات يا حبيبي، رحنا مواصلات. ماشي. ممكن حضرتك بس توصف لنا شعورك وانت موجود هناك، شعورك وانت قاعد على المكان هناك عليه يعني؟ على ايه بالظبط اللي المكان؟ انتوا عمالين في ايوه، كنت مبسوط جدا. يعني ركز، ركز معايا، ركز معايا. مين غيرك بيشغل بالي؟ انا كمصطفى قمر. اتفضل عليك. يبقى اول حاجه عرفناها ان انت مصطفى قمر. مصطفى قمر الاسمر. جميل جدا. استاذ مصطفى قمر. اتفضل. خلاص اتفضلوا. انت عارف ولا مصطفى قمر؟ حضرتك رحت عشان خاطر ابوك؟ رحت ايه؟ عشان خاطر ابوك. رحتوا فين؟ على اي ابويا؟ ده جزء مني، واحنا اسكندرانيه جدعان جدا، وانا اعمل اي حاجه عشان خاطر والدي يعني. استاذ مصطفى، شفت بيتكم من هناك؟ بيتنا؟ طبعا. بيتنا جميل ورقيق زي العصفوره. الله الله، تاكل اموره. استاذ مصطفى، بعد اذن حضرتك، عاطفي، ركز معايا. لازم حاجة. عارفك ده محمد فؤاد. يا استاذ. السؤال بقى اللي انا يعني استغربت جدا، بيزة الفضاء جت على مقاسك؟ ايه؟ بيزة الفضاء. بيزة الفضاء؟ ايوه. ايه بيزة الفضاء؟ هيك؟ معلش انا اسف. حضرتك جاهل، دي مشكلتي. يعني حضرتك احنا يعني بيزة فضائية. بدلة فضائية. بدلة، بدلة. هي اسمها كده باللغة العربية، بيتزا فضائية. بيتزا؟ بزلة. بزلة؟ بزلة يعني. بزة. بزلة. بزلة. بزة فضائية. بزلة الفضائية؟ جت على قد. لا ما شاء الله. ده الأسامي بلبيس بزل. أنا ألبس البزلة من دون أفهم، أنا عندي بزلة كروهات. لا ما شاء الله، عسل. عسل. حضرتك على فكرة أستاذ مصطفى قمر مش محمد الحلو، ها؟ يعني ركز. اتفضل. حضرتك كنت بتنفس هناك إزاي؟ انا كنت عامل حفله في الفضاء هناك، كانت عظيمه. صح. فين في الفضاء؟ فين يعني؟ في الفضاء الخارجي. الفضاء الخارجي ايه؟ عمالين يقولوا لك ابوك ابوك. حضرتك قمر.
ايه في حاجه وقعت انت بتعمل كده ليه؟ كنت ناسي حاجه مهمه قوي. ايه يا فندم؟ انا حفلاتي معظمها اساسا في القمر، بعمل حفلات في القمر عشان انا مصطفى قمر. احتفال مصطفى قمر بصعوده الى القمر. اتفضل.